تقرير عندنا واخر خبر. خلينا ناخذ هذا التقرير بعد ندش على الاتصال. اثناء مناقشه قانون الاحداث النائب احمد القضيبي يسوي شغلات غريبه. نائب اللي يمه قاعد يناقش القانون والقضيبي يسوي اشارات يقلدنا ولا شنو؟ يحاكي منو؟ ما ادري منو اللي قاعد يناقشه. يناقش منو؟ نائب احمد ناقش منه. شوف التقرير. شكرا الاخ الرئيس. طبعا اشكر الاخ الدكتور زلزله على يمكن هذا التساؤل هو هذا جوهري، لكن احب اوضح. ظهر إشارات سرية مع منو؟ مع الرئيس، مع النائب، في نائب فوق، مع الوزير، الله أعلم. المهم عندي مداخلة الآن.